في حلقة مختلفة جدا، عنوانها العزيمة والإصرار والطموح، عنوانها مفيش مستحيل، عنوانها إن ما بين أهالينا نماذج لازم أهالينا كلهم يسمعوا حكايتهم ويتعلموا من إصرارهم. أستاذ أيمن منورنا في أهالينا. أهلا بيك يا نور. أولا عرف السادة المشاهدين بنفسك، مين حضرتك؟ أنا أيمن مصطفى التركي، عندي 59 سنة، ساكن في مصر الجديدة، اتجوزت بعد ما بطلت، عندي أنس وفاطمة 8 سنين و7 سنين ما شاء الله. دخلت في رحلة الإدمان قعدت فيها 34 سنة. حضرتك النهاردة منورنا في أهالينا علشان حضرتك تحكي تجربة فريدة من نوعها، رحلتك مع إدمان المواد المخدرة لمدة عدت 30 سنة. خليني أرجع بحضرتك لأول يوم جربت فيه أول نوع مخدر، كان عندك كم سنة وكان إيه نوع المخدر وجربته إزاي؟ هو كان فيه، أنا متذكر كمان اليوم بالتاريخ، كان يوم 8/8 سنة 76، كان ساعتها عندي 13 سنة. كان في حالة وفاة في البيت عندنا، وأنا كنت في النادي وراجع من نادي الشمس، إخواتي كانوا في اسكندرية، وكان معاهم واحد صاحبنا متربي في البيت عندنا يعني. فرجعت لقيت باب الشقة مفتوح وفلان مات. أيوة يعني فلان ده حد من قرايبك؟ مش يعني مش هو صديق إخواتي وزي أخويا يعني، شاب صغير يعني؟ يعني كان أكبر مني هو يعني. من إخواتي الكبار يعني. 15 سنة يعني، فرق كبير. طب أيوة يعني مات يعني، وبعدين غرق، طيب وبعدين هو فين دلوقتي يعني؟ مشغلين قرآن. فدي كانت اللحظة الأولانية. أنا كان ليا واحد صاحبي ساكن في الشارع اللي ورايا، كان أكبر مني بثلاث أربع سنين، عنده 16-17 سنة، كنت عارف إن هو بيتعاطى يعني. كان بيتعاطى إيه بقى؟ كان بيشرب حشيش. فلقيت نفسي سبت البيت طبعا واتخطفت، ولقيت نفسي ماشي ورايح عليه. متجه يعني لوحدي. دي كانت أول مرة طلعت خدت نفسين حشيش وخدت نص حباية كده من يعني بتوع زمان. يعني أنت أول تجربة مخدرات كان حشيش وحبوب مخدرة في نفس الوقت. تمام. أكيد مش قادر تنسى حسيت بإيه ساعتها بره في الرحلة. ما حسيتش بحاجة خالص. ولا متعة ولا نشوة ولا فرحة. اللي حصل إن أنا نمت يوم ونص. وبعد كده قعدت بعيد عن القصة دي تقريباً 3 سنين. تمام. ما حاولتش أعملها تاني يعني، هي كانت اللقطة وده كان الرياكشن بتاعها. تمام. قعدت بعدها تقريباً لغاية لما بقى عندي 16 سنة 17 سنة، ابتدى يتكون عندي حاجة اسمها ارتباط شرطي. دي أنا اتعلمتها بقى في العلاجيات، لأن أنا الحمد لله 15-11 اللي فات ده كملت 12 سنة طبعا. ما شاء الله. الحمد لله. فاتعلمت يعني ايه ارتباط شرطي. فبقى جوايا في حاجة اسمها ارتباط شرطي، اللي هو ايه؟ لما بتزعل انت بتعمل كذا فبتنام او بتحس بحاجة، ولما بتفرح بتروح تعمل كذا، ف يعني بنربط حاجتين مالهمش علاقة ببعض. زي ما دايما بنقول كده، ايه علاقة رمضان بالزبادي؟ طب ما احنا بناكل زبادي على طول وبناكل زبادي. رمضان والفول، العيد والكحك، هي عادات وارتباطات شرطية بنعملها احنا في حياتنا، فبيكتسبها المدمن بالخبرات والتكرار. بس احنا لحد دلوقتي لسه ما وصلناش لمرحلة تكرار. حضرتك جربت انت عندك 14؟ لا، انا بقولك عملت دوت وانا عندي 13 سنة، فلما حصل لي موقف تاني وانا عندي 16-17 سنة، كان وفاة برضو؟ دخلت في مرحلة المراهقة بقى والتجربة وبتاع، فابتديت استرجع الذاكرة ان انا لما حصل الموقف دوت ورحت شربت وعملت كذا كذا كذا، نمت وانبسطت ونسيت الموضوع وبتاع ومش عارف ايه. طب فليه ما تعملش ده؟
وابتدت بقى العمليه. صديقك اللي هو كان وراك بشارع اللي خلاك تجرب اول مره، خلال الثلاث سنين الفتره ما بين 8/8/76 بقابله عادي وبشوفه عادي. ما بيعزمش عليه؟ لا 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 لا، ما هو احنا عارفين ان هو بيشرب وهو عارف ان احنا مالناش في الكلام ده. اوكي تمام. هي الفكره في اني انا اللي رحت. انت اللي رحت له؟ يعني انا اللي رحت. طيب كلمني بقى عن اليوم التاني اللي جربت فيه بعد ثلاث سنين. ده كان بقى بالصحبه، خارجين يوم الخميس مش عارف ايه، اللي هي كانت ايام بقى على سننا احنا 16 سنه و17 سنه، لازم يوم الخميس نتجمع، فلازم نعمل حاجه عشان انت هتجيب كذا وانت هتجيب كذا، ونروح نتقابل عشان نقعد مع الشله في النادي مش عارف ايه. فبقت ايه برضو العمليه زي ما بقول لحضرتك، هي بقت بقى في معتقد ان انا لما بعمل ده بيحصل حاجه، وهو فعلا بيحصل خلل في المخ. لان انت بتدخلي حاجه على المخ غير طبيعيه. يعني ربنا مدينا سبحانه وتعالى مدينا جزء في المخ بيفرز ان الماده اللي الجسم عايزها محتاجها من الافيونات والاوبيوم والحشيش والترامادول وكل حاجه، ربنا مدينا جزء في المخ بيفرزه. فهو موجود في جسم البني ادم طبيعي. فلما انت تدخله انت بتديله من بره، يعني هي قناه ماشيه كده، انت بتديله من بره، فالقناه بتيجي عايزه تصحى الصبح تقوم تشتغل. فبتلاقيك انت بتروح مدخل لها حاجه من بره. شكرا يا استاذ ايمن، ربنا يخليك، تروح نايم. ابتديت حضرتك في تعاطي الحشيش وانت عندك 16 سنه. استمريت في مرحله المخدرات الهوائيه اللي هي زي الحشيش والكلام ده لمده قد ايه؟ وهل كانت لوحدها ولا معاها نوع تاني؟ لا، هو كان تقريبا حشيش بس. وبعد كده قعدت لغايه 80 سنه 80، بعدها بشويه كده قعدت 4-5 سنين برشام بس. من سنة 80؟ برشام بس. من أول 84 ابتديت أخش في الهيروين بقى. يعني آخر 20 سنة ليا في المخدرات كانت هيروين بس. كنت بتجيب منين الفلوس اللي بتصرفها؟ المصروف بتاع البيت مع محمد 20 جنيه وأنا معايا 7 جنيه وده معاه 13 جنيه. الحاجة كانت مش غالية أياميها. يعني هي العملية إن بتبتدي الأول بتذكرة، بتبتدي بعد كده الجرعة مش كافية، فبتروح نزود الجرعة لتذكرتين، بتزود لثلاث تذاكر. هو ده بقى مربط الفرس. كنت بتلاحق على فلوس الكلام ده منين؟ أنا بقول لحضرتك أنا مش لوحدي. أنا فاهمة، بس بتساهم بجزء. وكل شوية السعر بيعلى لأن الدوز بيعلى. تمام. السؤال بشكل اوضح، هل ابتديت تلجا ان انت تسرق حاجه من البيت؟ طبعا. ده ما فيش فيه اي كلام، ما فيش مدمن ما سرقش. ما فيش مدمن ما نصبش. يعني كان ممكن انصب على صاحبي اقول له استناني هنا واروح اجيبه وما ارجعلوش. حاجات زي ما بيقول بقى، اشياء تفقد في المنزل ومش عارف ايه. طيب كلام السنين دي محدش من اهل البيت، والدك او والدتك او اخواتك، لاحظ عليك حاجه؟ اكيد طبعا كانوا واخدين بالهم ان في حاجه مش طبيعيه. هو ده بقى يعني بجد مربط الفرس. يعني يمكن دي اهم حاجه في الحلقه ممكن تتقال. لازم تعرف ابنك الاول في البيت. يعني اعرف ابنك الاول في البيت عشان لما يتغير تعرف هو اتغير ولا لا. يعني ممكن يبقى هو من الطبيعي ان هو بيسهر. يعني عادي ان هو بيخش اوضته ويقعد على اللابتوب ولا على الموبايل ويسهر على التليفون بتاعه، ما عندوش حاجه يعملها فبيقعد. مش شرط انه عشان سهران بقى طول الليل ونايم طول النهار يبقى بياخد مخدرات. فالاساس انت اعرف اللي موجود معاك في البيت ده ايه، اللي عايش معاك في البيت عاداته ايه، سلوكياته ايه. هل حضرتك لو كان اهلك قريبين منك بالقدر الكافي انهم يعرفوا انك اتغيرت كان ممكن يحموك من الانزلاق؟ اكيد اكيد طبعا. انا كان والدي من صغري وانا عندي 5 سنين كان بيسافر بره مصر، ف
ده كان برضو مديني حرية، مديني وهو كان مدلعني. هو كان مدلعني. ما اقدرش انكر ده، الله يرحمه يعني. الله يرحمه يا سيدي. كان مدلعني عن بقية اخواتي، انا اخر عنقود بقى والصغير ومش عارف ايه والولد الامور ابو شعر اصفر، كان اصفر زمان على فكرة. ويعني وجاي على 8 وجاي متأخر، فكان بيعمل لي كل حاجة كل حاجة. وده أدى إن أنت تستغل ده استغلال خاطئ. أكيد طبعًا. طيب. أكيد، ما هو الواحد لما بيلاقي فرصة قدامه. إمتى حصلت المواجهة بينك وبين أهلك في موضوع الإدمان؟ إمتى حد قال لك أنت بتضرب وأنت قلت أه؟ أنا اللي قلت. أنا اللي قلت يعني. وبعدين زي ما قلت حضرتك في الأول، السلوكيات بقى بتبان، أيمن شكله مش طبيعي، كلنا متجمعين يوم الخميس، أيمن مش موجود زي ما العادي. طيب لما تأكدوا إن في أسرتهم مدمن اتعاملوا مع الأمر إزاي؟ حاولوا كتير طبعاً بالسبل السلمية. أنت مش كفاية بقى، ملهاش لازمة، إيه اللي بتستفيده وبتعمل لك إيه، وكان عندنا شغل خاص وكنت بشتغل معاهم ومش عارف إيه، وإنت عندنا شغلنا ونشتغل مع بعض وإنت معانا في وسطينا. كنت برضو لما عاد الجرع يجي ولا كأن في حاجة دقيقة، ولا ممكن أسرق حاجات من المكتب وأنزل أبيعها وأروح أقضي وأضرب بيها والكلام ده كله. محاولة في محاولة. قعدت في النفق ده هيروين 20 سنة. آخر 20 سنة كانت هيروين بس، يعني ما بحاولش أخد حاجة تانية معايا. عايزة حضرتك تحكي لي أقصى قاع انزلقت له عشان تاخد القرار إن كفاية بقى كده، أنا لازم أبطل. أمي الله يرحمها. إزاي؟ هو موقف أنا قلته قبل كده يعني، بس أنا عايش أنا وهي لوحدينا، اخواتي كلهم متجوزين وقاعدين في بيوتهم. كانت تعبانه، جابوا لها زي غرفه رعايه في البيت، وخلاص ابتدت الحمد لله تفوق وكده، وسابوني معاها وكل واحد راح بيته على اساس ان ايمن موجود، هو اللي عايش معاها وبيراعيها يعني. للاسف جالي تليفون من واحد صاحبي، انزل هنروح نجيب مش عارف ايه بسرعه، المهم ده انا والحاجه لوحدينا، انزل بس احنا مش هنطول. نزلت قعدت 3 ساعات وهي تكلمني وانا كنسل والكلام ده كله. رجعت البيت بعد 3 ساعات لقيت المستشفى موجوده تاني في البيت، تعبت وكلمت اخواتي واخواتي رجعوا، فحسيت انها بقى يعني تبقى عايشة بهمي وهتموت بسببي يعني. يمكن ده الحاجة الوحيدة. كان عندك كم سنة ساعات؟ يعني ما هي دي بقى 47 سنة. هي دي السنة اللي أنا بطلت فيها. 47 يعني راجل كبير. 47 سنة كنت عملت كل حاجة في الدنيا بقى يعني خلاص. اللقطة دي حسستني إن أنا هعيش بقية عمري بعقدة ذنب ملهاش حل. يعني أنا معايش أمي في عذاب طول الفترة دي، مدافع عني بكل القوة وبكل السبل. ولأ، يمكن في حلقة صورتها مع أستاذ محمود سعد قالت له كان عندي يقين بربنا الله يرحمها، هي ماتت من 6 شهور رحمة الله عليه. قالت له أنا الكلام ده كنت أنا عامل 5 سنين تقريبا أو 6 سنين، يعني من 6 سنين. قالت له أنا كان عندي يقين في ربنا وكنت بدعي له وإن أيمن ده يبقى أحسن واحد في إخواته، وما فقدتش الأمل في ربنا سبحانه وتعالى، وفعلا دلوقتي أيمن أحسن واحد في إخواته، وهو اللي شايل الدنيا، هو اللي شايل، هو. طيب يوم ما أخدت القرار، لأن حضرتك أدرى الناس إن لو الكوكب كله اجتمع على مدمن إنه يبطل بالعافية لازم يكون هو اللي عايز. حضرتك أخدت القرار نتيجة إحساسك بالمسؤولية تجاه والدتك. إيه بقى أول خطوة
نفذتها؟ عشان اكيد اي مدمن بياخد قرار انه يبطل كل يوم يقولك بعد الجرعه دي. ايه بقى الخطوات اللي حضرتك مشيت فيها فعليا اللي ادت ان حضرتك النهارده مدمن متعافي بقالك 12 سنه؟ كانت خطوه بيني وبين نفسي، محدش عارف عن اي حاجه خالص. جبت شنطه هاند باج كده وبقيت ايه، حاجة الله يرحمها وهي بتشتري حاجات من السوبر ماركت اقول لها هاتي لي باكو بسكوت بالعجوه كده، اروح واخده واحطه في الشنطه. ولجأت لمستشفى العباسيه تبع الخط الساخن، صندوق علاج ومكافحه الادمان. ايوه كان حد قال لي عليه يعني، ورحت فعلا للعباسيه وقالوا لي انت جاي تبطل ليه؟ انت عندك 47 سنه ما يعني، انت 47 سنه ما عايز ايه يعني، ما تكمل. قلت لهم تعبت، طب ما تجرب تموت. قلت لهم حرام، مش عايز اموت وانا مش عايز اقابل ربنا وانا جنب صفيحة زباله ولا حد راميني من العربيه. المهم من هنا لهنا، طب خد الدواء ده الاسبوع الجاي تعالى زي النهار. وفعلا فضلت الاسبوع دوت اعمل زي ما بقول لحضرتك كده، احوش اي حاجه تجيني اروح حاططها في الشنطه دي ومخبي الشنطه، لغايه لما جه ميعاد الدخول 8 الصبح 8 ونص كنت في المستشفى. انا عاده كنت بنزل الصبح بدري اروح اقضي، بروح اشتري من العاشر من رمضان. فجه اسامه اخويا الله يرحمه بيقول لها وايمن نزل برضو الصبح تاني، مفيش فايده فيه يعني، هو مش ناوي. قالت له ده نزل راح المستشفى مع اخته الكبيره، ربنا يديها الصحه، ام الثانيه دي قبل صوص. فقال لها ايه؟ قالت له راح مستشفى العباسيه عشان يبطل. قال لها انت بتقولي ايه يا حاجه؟ مستشفى ايه ويبطل ايه؟ قالت له ده بقاله اسبوع ماشي في الموضوع دوت، ورحت دخلت الخط الساخن وقعدت 90 يوم في العباسيه، خلصت 90 يوم. مش عايز اقول لك طبعا الليفل اللي الواحد كان عايش فيه هناك كان عامل ازاي في الفتره ديت. يمكن دلوقتي مستشفى العباسيه بقت راقيه ومستواها، الاول كان العمليه صعبه قوي قوي قوي، ما كانش فيه ميه، ما كانش فيه حاجات كتير قوي، ومع ذلك كانت بالنسبه لي جنه الله على الارض، لاني انا من جوه عايز اعمل ده. يعني ما هو ربنا سبحانه وتعالى عشان مطلع على القلوب والنوايا، لما اطلع على صدق نيتك قواك وسخر لك اللي ياخد بيدك. انا فوتت حته صغيره من معاكي، لما حصل ده مع والدتي انا طلعت البلكونه وقعدت كده، قعدت كلمت ربنا، قلت له يا رب انا مش قادر على نفسي، انا تعبان. اتكلمت مع ربنا كده ببساطه بسلاسه، ربنا مش محتاج واسطه ولا محتاج الفاظ مجعلصه، مش محتاج بقى ادعوك يا ربي. مش حسيت ان اللي طالع من جوايا بقوله، طالع من جوايا بقوله. بعدها بيومين والله حصل اللي حصل دوت، وجات لي المسج الرساله من واحد بيقول لي في العباسيه كذا 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 كذا، ورحت وخدت الخطوه وابتديت اعمل. ليه؟ لاني زي ما حضرتك بتقولي كانت النيه فعلا صادقه، لاني زي ما قلتي في الاول لو الدنيا دي كلها اجتمعت على اني انا ابطل، طب ما هو كلهم بيحاولوا بقالهم 47 سنة. قولي شيلي أول 13 35 سنة، 34 سنة بيحاولوا يبطل، كفاية أنت ما زهقتش، أنت مش عارف إيه. ومع ذلك أنا مش عايز، بس لما أنا عزت خلاص ربنا سخر لك الدنيا، ربنا أراد. هنا بقى وحدت إرادتي مع إرادة ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله. طيب بعد فترة الاستشفاء في المصحة كانت خرجت بقى للدنيا بني آدم جديد. ايه بقى اللي انت اصلا انت ما لحقتش تعيش وتعرف نفسك عشان اقول ترجع ايمن القديم، انت دخلت وانت طفل. ايه بقى اللي بعد فترة الاستشفاء دي
عوضت بيه السنين اللي فاتت، عوضت بيه عمر تاني. كويس. انا خرجت من العباسيه اتجهت المستشفى المطار، مستشفى مصر الجديده للصحه النفسيه برضو تبع الخط الساخن. وابتديت اتعلم بقى يعني ايه ادمان، يعني ايه سلوكيات. وفرحت قوي لما عرفت ان الادمان ده مرض. يعني كنت في منتهى السعاده، لقيت سبب للي انا بعمله. لان اللي انا بعمله دوت ما هياش قله التربيه، ما هياش قله الدين، لان انا متربي في نفس البيت اللي اخواتي متربيين فيه. والدي هو والدهم، امي هي امهم. هي مرض، مرض وليه علاج. وليه علاج. هو في مشكله، بس في للاسف الشديد في مدمنين كتير قوي بتخش في حته كده بتقراها في تعريف المرض. يقول لك مرض خبيث يطفو على السطح، مش عارف ايه، متفاقم لا يمكن الشفاء منه. ويجي بعد كده بين قوسين يقول لك ولكن يمكن محاصرته. فيجي بقى اللي على الهوا بقى انه يضرب ويفضل يتعاطى وبتاع. يا عم انتوا بتقولوا لنا ملوش شفاء منه، عامل زي اللي بيمسك في ايه ولا تقربوا الصلاه. ويسيب ان هو يمكن محاصرته. زي مرض السكر، زي مرض الضغط. طب مريض السكر ما بيخفش. ولكن بيتسيطر عليه، بيحاصر مرضه. بعد ما خلصت علاجك بقى، ايه اللي انت عوضته في العمر اللي اتسرق منك؟ يعني اول حاجه اقولها لك اني اتجوزت. احنا كان عندنا شغل خاص، وفي الاول قبل الشغل الخاص دوت سافرت. سافرت مع اخويا السعوديه. وكنت هنا في شرم الشيخ، قعدت فتره طويله. لما خدنا شرم الشيخ اللي هي فتره الثمانينات في اولها كده اهوت، اشتغلت هناك. وبعد كده سافرت السعوديه مع اخويا، قعدت هناك بتاع 6 7 سنين. سافرت من خلالهم كذا بلد كده برضو بتاع مش عارف ايه، لغايه لما رجعت واشتغلت مع اخواتي. وبعد كده ابتديت بقى ايه ابني ايمن الجديد بقى. عايز اشتغل. انا راجل عندي 47 سنه وبطل بقالي سنه، لازم تشتغل بعد سنه. طب ليه؟ عشان كميه المخ تكون ظبطت وتعرف تتعامل مع المواقف والكلام ده كله. ده كله اتعلمته مع دراستي وقرايتي لمرض الادمان. طب انا عايز اتجوز. لا، لازم تتجوز بعد سنتين. طب ده انا هبقى 49 سنه، ليه بعد سنتين؟ بعد سنتين برضو تبقى كميه المخ يبقى في تغيير حاصل فيها، فهتقدر تعمل، تقدر تسيطر وتختار وتتعامل مع المواقف وتعدي مواقف عالية الخطورة. الحاجات اللي ممكن تقابلها تعرف تتعامل معاها. الحاجات دي كلها ما بتتعملش إلا بعد فترة معينة. وبالتالي الحمد لله ربنا كرمني واتجوزت، وربنا رزقني بالخلفة. دي حاجة طبعا بتاعت ربنا. الحمد لله. ورجعت ركبت عربية تاني وبقى عندي بيت وكده كله، ورجعت أيمن. طبعا هو قصة حضرتك اللي احنا حكيناها في الفقرة ده عمر، عمر تاني. طب لو طلبت من حضرتك في ختام اللقاء توجه أول رسالة للأهالي، إيه اللي يعملوه مع أولادهم من الأول عشان الولاد ما تضطرش تتجه للإدمان؟ أنا بصي يعني معلش، مفيش بجد مفيش أقرب من ربنا. فنعم بالله. مفيش أقرب من ربنا في كل حاجة. يعني سمعت الأذان، قوم قدام ابنك اتوضأ وصلي. بيعمل حاجة، التلفزيون مفتوح، جه الأذان اطفي التاب عشان الأذان. يعني قربوا من ربنا، عرفوا دينه. مسلم، مسيحي، ما هو اليهودي دينه حقه، من حقه يبطل. لو قلت لحضرتك لو في حد لسه بيتسحب جديد بسجارة، بخط، بلاين، بحقنة، تقول له ايه عشان يرجع؟ هقول له انا هو قدامك اهو،
اخرتها ايه؟ مش هتعرف تعيش، يا هتموت يا هتبطل يا هتتسجن. ما هي ما هي خلاص بقى، احنا بقى عدينا مرحله كان الاول يقول لك ايه، يا سجون يا جنان مصحات يا موت. دلوقتي بقى في حاجه رابعه، في التبطيل. انت تقدر تبطل وتبقى بني ادم محترم وتقدر تعيش حياه كريمه والكلام ده كله. الحقيقه ان اعظم رساله حضرتك بتوجهها بشكل عملي لاي حد بيقول لك انا بقالي سنين ورجلي غرست، اهو حضرتك بعد 34 سنه بمزاجك. هي دي الجزئيه اللي حضرتك دايما بارادتك. بارادتك انت اللي عايز ده. يعني انت بارادتك عملت ده، زي ما انا قلت لك من شويه، وحتى ارادتي مع اراده ربنا. ربنا اراد ان انا في التوقيت ده اعمل ده. ارادتي انا الشخصيه كان ممكن تخليني ما اروحش المستشفى. بعلم ربنا سبحانه طبعا. وتعالى هو قدر في الاول. يعني علم ربنا سبحانه وتعالى ان ده مش هيروح، انما بارادتي انا. انما انا لما لقيت الموقف كده وحدت ارادتي مع اراده ربنا سبحانه وتعالى ومشيت في السكه لغايه لما ربنا كرمني والحمد لله. طب اخر سؤال، ايه الحاجه اللي حضرتك مصر تعملها مع انس علشان ما يمشيش في الطريق؟ انا مصاحبه بطريقه غريبه، يعني انس عارف ان انا جاي اسجل وحقيقي هيتفرج على بابي في التلفزيون وهيبقى فخور ببابي لان بابي كتير يرفع الراس وشافني. ربنا يخليك يا ست الكل. الفقره معاك والحديث معاك متعه لا تنتهي. حضرتك نموذج مشرف من اهالينا، يستحق ان اهالينا في البيوت يعرفوا رحلته ويقتدوا بيه ويشوفوا فيه امل لاي حد في السكه اللي حضرتك رجعت منها. استاذ ايمن حضرتك نورتنا في اهالينا وكان لينا الشرف بوجود حضرتك معانا. انا اتشرفت بيكي وسعيد بالكرول موجود دوت بجد. انا اتفرجت على كذا حلقه للبرنامج، شباب زي الفل، شباب زي الورد، عاملين مجهود كويس. زي ما قلت لك في الاول فكرتونا ببرنامج حكاوي القهاوي يا دول اساتذه كبار، يا رب بس نوصل لهم. الحاجات الجديده القديمه ديت رجعتولنا ليها تاني، فاستمروا. انتوا نموذج جميل، نموذج ناجح. اتمنى ان الناس كلها تقتدي بالاسلوب دوت. على الاقل هيبعدوا عن المخدرات وهيبعدوا عن الاصدقاء السوء. خلاص اهم حاجه ان احنا نبقى قد الامانه اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهالنا بالكاميرات دي، ان احنا نوصل رساله ايجابيه يا للمشاهدين. رب دايما. وانا سعيد جدا بلقائك وسعيد اني كنت موجود معاك النهارده. شكرا جزيلا، نورتنا في اهالينا. ربنا يخليك، نورتنا. شكرا جزيلا.